بس هاتوا هاتوا ها بروك كيف تمام؟ الحمد لله تمام. شغل قيم تمام ها؟ اه حقين. حلو. والله يدار ما شاء الله تبارك الله. هات 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 بتقول شك تراحت في الموضوع اليوم. لا لا ما شاء الله اليوم صدق يعني. حتى الشريك صاحبك امس روح شوف معاه. خلي يروح. صفحة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم. هلا وسهلا. السلام. محفوظ بهجبير كله قدام. نعم هلا حييك كيف اخبارك؟ تمام الحمد لله وش انت؟ والله بخير تفضل يا ابا الحين ربشنا انت ايه ابغى تبدا لا 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 تفضل محفوظ ايه بقالب بقالتك والله انا شفنا جيت من البيت وبغيت بعاود ومعاه يجي واحد حصلته مقطوع ومعاه سيكل وبغى قليل بترول حلو اعطيته بترول من اللي معي حلو هو راح وانا مشيت اول ما مشيت غلق البترول صح انا اعطيته الاحتياط اللي معي اها اه والحين بغيت قليل بترول بغيت قليل حتى كذا هوا نروح السيكل محفوظ بهجبير تطلب بترول اللي انا معي بير في الدار نلا بشتروه من المحطة اغلق عليه محفوظ كلك وتي عندي انا صاحب بقاء محفوظ انت اللي تميت كذا في الخط ايوه على طول الدب ده مليان هل انت عارف بعض الناس مساكين يعبون ب 500 ال 500 ما تجيب له نص لتر بس انت محفوظ شوفك لك ليوه لك يا عينك منتك مع سبع المدش ده بس ها حق نصب حق دحين بغيت الا بترول ما بغيت شيء منك وبعدين من انت من اسمك انا اسمي بروك بروك اها وفرحان والله العظيم ما عيبك اول مره اسمع حد اسمه بروك ويفرح ها ما عيبك اسمي محفوظ طيب لا لا وانت صغير كانوا يدلعونك بروك يسموني بروك والله العظيم بروك يقول لك بربر بربر معنى بربر يا محفوظ عله والله شوف واحد اول واحد والله صدق انا كان بعمل فيك يا ماله بغيت بعطيك لابو سلة جرجر وا عامل فيل بعمل فيك يا ماله بعمل فيك آه. طيب كان بعطيك ابو سلة ضحك حبيبي طيب تمام معك سيكل بس ما شاء الله محفوظ انت يا وا اكسل ايش اكسل يا محفوظ قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا بروك ها ها يا بتعطي السيكل فاضي ايه سمعنا انت ها وده من عم صالح ده سبع المدهش ده مو عم صالح ده سبع المدهش ده من متى لا من يوم دخل هنا قاعد سبع المدهش شاركنا في البقالة ودحين بابي شاركنا في السيكة مالك علاقة فيها بذن لا, لا 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 سبع المدهش سبع المدهش ها وكانوا بلا ديلي بلا ديلي ايه عادوا له جورج واشنطن ماشي منه سيكة لا سيكة لا لا سيكة لا ماشي لا اسمك ما قلت لي؟ انا بروك بروك اه فرحان الله مصر اسمع يا عم صالح بنقفز لحد المحطة لا لا حتى واه شي بدفر وشي يدفرنا اسمعها ايوه انت ما شاء الله تبارك الله لا طلعت فوق السيكل خافك تكسره ويعورك والله شي هو انا صغير كان معي سيكل كمان يا ود الحلال شلك نص فيه والله خل نص والله بلا نص بلا ربع بلا محفوظ شل السيكل بشيله يا ود الحياة خلي الساكن لكنك محفوظ يعني مالك منه ذا ايوه جاب اي دخله في مكاين ما يا بروك يا عم صالح الساكن ماك دخلت الساكن نقول لك ما يشتل الساكن ذا حق حبيبي يا عم صالح انت شاركنا في البقاء نقول لك الساكن مشاركنا وياك فيه شفنا شفنا بدخله شريك شفنا بدخله شريك انا بخرط بس والله العظيم بدخله شريك شفنا ايوه اسمع نقول مرحبا اسمع شريك تعال 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 يا محفوظ قرب له تعال تعال صوتك ضعيف صوتك ضعيف قرب له عندي تعال يا اخي بضيفك انا تعال خلينا نتراجع اي واحده بس تعال بضيفك انا الحين شريكك هو شريكي في البقاله بس تو دخل نفسه في ابو سد وجايب لك حتى انك تشاركه صدق يا جايب لي الفايق وين جايب لي الفايق بس وقول له شريك هذا فرحان وشريك يا اخي تعال بضيفك اسمع الكلام تعال ايه رايك تقرب يا عم صالح لا لا خله هو يقرب هنا بضيفك وشكلك عنا ما طلعت محفوظ كيه ها يعقر عنا ما مشيت ابو هل الله يا رجال قلت لنا لك بعورك ما تسمع الكلام وكله دكه وابي خزن خله انا قلت بترول حتى وا تعال هنا حلولي لقوا شيء ما علي اسمع بنضيف خاف حد يعبر هنا صح كلامك تعال نصك انت راحات يا سبع المدهش يا حي صح كلامك يا حي يا ابو علي يا مرحبا محفوظ انا بعد حالك من الطيبين الله يعزك شنو انت طيب هلا سحب حد يعبر نعطيك بترول والله مالك الا محفوظ مبردنا شوف سمعتك انك ها يا مرحبا
حيو سالف عم صالح كيف الحال؟ خير انس يا محظوظ يا حيابك انس يحييك يا اخبارك نورت والله حطوك بترول ولا لا؟ والله انا عنا اللي ندور ما عليك ما عليك ما دام حقك المؤثرات دي تطلع حق على بركه الله وحق دنبق يا ليل ايوه سمح خلي الاداره تصرف لك الا لكزس هيا كنا صرف لي دب ابو 20 جزاهم الله خير يا حيابك الله يحييك القاروره ذا وين لقيه؟ بنعطيها برك ها القاروره شوف علي عمر ماشي خلاص لقيت وزعاي خلاص يا سبع المدهش تو يا مخرج العنافيط ما يرقوا العد ما يرقوا نشوف العد نقول راح لكم وانتم بصركم يا بعدوهم من قدامي يا شونا بعبر عليه مهم حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده لطيفه خفيفه مع ضيوفنا الاعزاء اللي فرحنا بوجودهم اليوم تسمعون حق دنبق يا ليل جبنا المصدر كله اللي عندك ما شاء الله تبارك الله تمام بس يا محفوظ الله محفوظ انا فرحان باش تعق من الفرحه قلت له ما اسمك قال بروك وفرحان فرحان لانه جالس اسمه كامل بروك مبارك باراك هيا كنا ماجي كين كان جورج واشنطن في العقد المكتوب موجود في العقد على الاتفاقيه بروك مبارك باراك عمته كيت كات والله شغله المهم اليوم اليوم بيتم قصفك امس قال لك الوليد يا ولد امه قال نودف فيه واليوم جت اثنين ذيل الله يعينك بس حق رمضان كل الحسنات اللي راحت حقنا بسببك بشوف ان شاء الله المهم حياكم الله في الحلقه اهلنا العقد اللي بيني وبينك سبع المدهش ها حياكم في الحلقه الثانيه من برنامج الصندوق البرنامج اللي برعايه شركه بي ام سي المحضار ومجموعه من دول التجاريه وجوائز في الصناديق مقدمه من فرسان الخير للتجاره والتسويق منتجات شركه بونو وايضا المليون الريال يا عمر جروان كجيب لنا لقطه مليون ريال في الصندوق الكبير شفت الصندوق شكرا للحداد وشكرا ايضا مصورنا العطاس والجروان هذا الصندوق فيه مليون ريال يمني مقدمه من العيدروس للمطابخ اللي تتواجد فروعه ما شاء الله في صلاله بعمان وفي المكلا وفي الغيضه وفي تريم ومعنا صغيرين اليوم دخلنا لنا طلقه ما شاء الله حيابهم تعالوا بنعطيكم عيديتكم هنا اول بدوها بدو من عمبرك هنا بغيتكم عافيهم صافحوه ما شاء الله عافيهم يا عواد والله ما تحركون عندي يلا بيعطيكم والله العظيم ما يلعن خليكم معه خلاص عندي اول خلوكم عنده خلوكم عنده بيجعل لكم انتوا فزعان على البقاله لا بنعطيهم تعال ما شاء الله بليونه ايوه احنا عندنا بدكم حياه وايد هنا ها عافيهم والله اعطيهم من ابو 300 صراحه المكسب هو تعال تعال انا الفارق انا بعطيك عندي والله تعال انا بعطيك خلاص تعال وانا بعطيكم حق العيد ها حصلوا ايه عافيه وانت ها ما شاء الله يا مذهب اه دخل يا طلقه بتخلص عبروا من هناك ايوه عافيهم عبرون عمكم صالح حياكم وعمكم محفوظ باقي بيا يا حيا ما شاء الله تبارك الله شوف المؤدبين عديتك بلون يده يشمون على راسه وانت مصدق على المدهش يعطي حق ايه والله هو اللي اعطونا عليه الله يغلبنا بغلاكم الصغيرين ذي تعال يا حلوه حي عم محفوظ يا سلام اسمه شمين؟ ريم شوف انا اول اتعرف عليهم بنزلهم بطاقات وانت جلسوهم يا محبوب ما انت ما بيجون قدامك هنا عم طالع بيجون زين بالراحه كانوا بيغطون ولا قصير ما شاء الله يا حيابهم الصغيرين اذا بتدقون يا مشاهدينا الكرام الرقم 3-2-2-1-1-1 اقول لكم حافظينه ما شاء الله حيا بالصغيرين ريض العيديه فرحتوا بها الله. ما شاء الله عافيه في سؤال قبل ما تقدم سؤال شي في من صناديق في بترول محفوظ يا اخي خلاص ما عليك اسمعها بعطيك ابو سيد محفوظ بعطيك ابو سيد طيب لحظه يا مخرج يا مخرج اذا حد عندكم معاه سيكن جيبوا غرشه بترول بغناها لعبيد عشان الرجوع بعدين المحفوظ قليله خلاص العصر اللي يقول لك معاه بترول بيعطيك بس لا اقول جايب وحد قال له واحد يقول له سبورت لما يسحربوا خلاص شوف ما حد يدق علينا يا حي وسهلا يو يا مرحبا
ابتسام. الله الله ابتسام، وين راحت؟ وين الصوت؟ حتى ابتسمي. ماشي، لا ابتسامة ولا صوت ولا صورة. هذا كله بسمع المدرسة. الله انتهى رابش نحن. صلعة ذي ما جات من فراغ بذل. بس هذا شوفوا اللي فيه صلعة الوقت دي يحمد ربه لأنه نعم. بتعطيه طاقة بذل البطاريات. إيه من طاقة يا خاف الله، طاقة في ال... طاقة الواحد الحين بدل ما تشترها مويودة. نعم أيوة والله. بس كم الواحد يا أبو 360 ولا كم؟ هاي بتعطيه على قدره. ما شاء الله عافيهم صغيرين عافيهم والله. ما شاء الله. ما شاء الله اشتغلت البقالة اليوم. ها حقرين هو تعالوا عيديتكم خذ حق شاري في ما شاء الله ما شاء الله يا حي وسهله يا حي وسهله باللي يجون نحن دخلوا دخلوا على الصغيرين عشان تشتغل البقاله ونحن هنا الطلقه دي حق مذهبه تسرح وعم صالح انت جبت لك شيء طبه اه هنا معي محبوب جبت لك شيء طبه عشان تعطيهم طلقه لا ابو شلين قديم ما عندي شيء هنا ولا شيء لا ماشي لا 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 رحت انا حبيت بترول الحين انت لا بترول ولا عيديه ولا شيء الله ينظر لك معي بعم بيطلع نقضوا في منها وين حاطين بيفرحون بالسقل اي والله بيفرحون شل شل قلت لي اسمك انا اسمي برو تضحك ضحكت ما تشكى على برو شفنا من بدايه البرنامج اقول لهم جيبوا اسم ثاني ما يصلح للوجه ذا شددوا قالوا لبروك هذا الحين لما تشوف بشرته سودي شنابه سود كوفية سودة القرمة بيضة لا طفت وابشتا القرمة والضروس بس طيب معنا اتصال خلونا نستقبل اتصال جديد يا حي وسهلا الله يحييك الله يحييك ويحفظك من هين من كلة يا مرحبا اسمش هبة هبة ايوه الله يجعلش ان شاء الله صندوق فيه هبة تفرحين به ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله يا رب سلامتكم بخير امين وانتم طيبين كيف العيد معكم بخير غار مبروك يغطي بكم ولا شيء لا لا من رمضان احنا نحاول ندق بغينا ما نكلمه الله خلاص انا بحول السماعه اللي قداه سمعيه تفهمي معه لانه امس يقول قصفوه هبه ايوه سمعيه كلام برك بتفوزي ايوه سمعيه كلام برك بتفوزي طيب كيف طريقة المسابقة ما عندي شاشة عرفها عطها عطها طريقة المسابقة لا عرفها حول طيب سامعين ذا الصناديق قدامش ايوه طبعا بامنيف بيقولش بيحضر هو ما بيحضر هو بيدور كلمش بالذوعني هو بيدري لحد ما تقولي لي هو مش انا تقولي أيوة. وقف بيوقف على الصناديق بتختارين بعدين اللي يدق في يده هو حقش واللي في الصندوق قد يدخلش السحب على المليون تمام جاهزة ان شاء الله يلا جاهزة هاتوا ما شاء الله السؤال يقول يا هبة أيوة يعتبر من أهم الموانئ القديمة اللي تقع في نهاية مجرى وادي عمر تمام أيوة وادي عمر في الديس الشرقية ما شاء الله على الشاهي والمنبارد الحشمة اليوم ذه وراشد بعدين بالسبتة ذه ما شاء الله كبرته المي وصغرته ما شاء الله يا هبة هل هو السؤال طبعا أعطيتش نصه مينا قديم يقع في نهاية مجرى وادي عمر تمام مينا قديم يقع في مجرى ايوه هو اللي يطرح له سؤال خليها انا بطرح له سؤال عشان نستغل الوقت طيب يلا يعتبر من اهم الموانئ القديمه اللي تقع في نهايه مجرى وادي عمر بالديس الشرقيه تمام ايوه وتصله البضائع من جميع انحاء العالم هل هو مينا شرمه ولا مينا القرن ولا مينا خلفه ها والله ما عندي خلفيه له الضيف العزيز الكوميدي اللي تشوفونه دائما محفوظ باجبار يقول ايش مينا خلفه ايوه لانه مينا شرمه حق حمس ايه مينا الثاني حقه مين الثاني يمكن خلفه ايوه يقول ايش مينا خلفه نثبت عليه على بركه الله على بركه الله أيوة. ودخلت السحب ودنبق يا ليل ايوه ما شاء الله تبارك الله يا استاذ عبد الله الساود انا افضل اليوم العرض طلع دنبق نشيل دنبق عندكم ولا قصعه حق تحانيه جيبوها عبيد دنبق يا ليل وهات الصندوق تطلع صح بصوتك أيوة. وعلى بركه الله جيبوا نشي قصعه وهنا معشده على الدنبق له ذكر ربك طيب موجود القصعه بنذكر لحظه يا هبه ايوه بن الدنبق بنلقيه بالقصعه حق اللي بن بلاش يلا الصندوق هاتوا ها وقفنا
ايه بغيتي انت؟ بغيتي جائزة تدخلش للصندوق اللي فيه المليون ولا بغيتي فلوس؟ والله اللي يجيبه ربي. الله طيب بروك بتشاورينا ولا؟ يعني ماني فاهمة طريقة لا خلاص الحين الصندوق نحن بنفتحه بس بنعطيش مبلغ قبل ما نفتح الصندوق. الصندوق قد تكون فيه 100,000 200 لبان قد فيه ورقة دخلتي ساحب على المليون وانتي بصرش قد فيه 7 المدهش هاي. لذلك بنعطيش نحن 10,000 وتركي الصندوق. تبيعي الصندوق او لا ان شاء الله الصندوق 15,000 باع الصندوق ولا عادو عادو. طيب نفتح الصندوق بسم الله يا هبة. أيوة ربحتي كشيل قصعة ولا شيل بدق؟ لا مع عم صالح وأنا ما بستقر أدق عليه نقعد شيطان. لا ضروري بغينا قصعة يدق. حصلتي جائزة بغينا كشوف الفايز شي لبن ولا فاضية دان والله ما قصر المحبار ملا لك الرصة ها ملاني ما قصر. يلا ها يا هبة. ايوه ياسر عبد الله طلع الدنبق طلع 30,000 ريال من الراعيين الرسميين ودنبق يا ليل. تستاهلين تستاهل هبة تستاهل. ايوه يا عم محفوظ. ايوه بروك من أيوة. بداية رمضان ما قدرت تصوم زي الناس. ايوه هذا مصوع بي. ايه يعني اللي بتقوله له اليوم اسمه فرحان به استعلى علينا. ايوه وجالس يصنف على عم صالح. انا صراحة ما قدرت له اليوم. شوفك انت جيت على كتر هين اللي عرفت انه كان عمق هاي عمق هاي وشاهي بغى صبر وشيبان مرضوا وسعفناهم وطورناه ويا قام رياله جاب ذهب حرمته ذهب حرمته ثلاث حريم ونص معاه وله خلاه في ذات حرمته افضل له هلا قاعد هم يلزموني نصاب هو نصاب هو بابا ينصب عليه شافنا عنياتي انا اصلا ايوه وضحك عليه هنا غبي سمع الكلام وخليته يدخل معي شريك. ما انا ما شفت شيء زبون جيته في مكان مغدر وبينبخ هو محراب ولا والله ما داري المفروض ياخذ كل ربك يا الله مكان مغدر صدقني والله ما شاء الله صغيرين جو يا ما شاء الله يا حيه يا حيه وسهله ده ما شاء الله وراه ولد المصور الحداد ما شاء الله عطم عطم هلا تعال تعال باقي ذي الولاد تعال تعال ها يلا تعال ما شاء الله تعال هنا تعال ذا بن عمر جروان ما شاء الله يا كنه يا كنه يلا شل لك لا تعطيه خلو يشل والله العظيم ان نحمله يلا يلا حبيبي اسمه ها لا بعطيك محمد ما شاء الله يلا شل عيديتك تعال تعال هنا سب الو عفيهم عفيهم طلعوا منا عشان لعنات يعلقونا احنا مسكها ايه الحداد ما شاء الله حداد ليش انتي ليش غير محمد ها ما شاء الله تستاهل عفيه عفيه يلا عبونا هناك عفيهم عفيهم والله اكبر من خورة ليه اكبر ما شاء الله ذي اللي دخلت تشوفها معها صور تعالي بشوف الورق اللي مع شيني ما شاء الله تعالي لها رأي الكاميرا ايوه ايش هذا اللي معش ها ترسمين ما شاء الله اسمش من ما شاء الله على زهرة انت رسمتي ذي شوفوا زهرة ما شاء الله جاءت تعاود ترسمنا ما شاء الله ذي صورة من بنية يكنها وكنها طار هاي الداتا في راسه مسكي ما شاء الله تبارك الله وذا لحظين زنوبها ها مقلوبة لعبهم جادين الكرام العفر ذا زنوبة وذا عزيز ذا حوت سموكة سموكة لا قدك زنوبة دي سموكة ذا سمكة وذا نظارة نظارة وذا هذه جوز الهند ده ذا الكذاب وذا اسمها يقولوا لي هذا سلحفة ما هو سلحفة أيوة. سلحفة سلحفة حمسي ما شاء الله تبارك الله وذا الشجر محمد رسول الله تمام عليش والله تمام عليش اسمش زهرة زهرة ما شاء الله عليش تمام عليش والله تمام عليش من العايدين كل عام وانتي بخير وتمام هكذا كثروا منهم وذيل اللي في خلف الصغيرين اللي على الخط خلوهم يجون لهنا بهذا الابداعات اللي معهم خلوا بروك يشتغل يطلب الله
نبغى الصوره هذا سبع المدهش اي سقال انا بعطيهم منه بروف بروف يقسم صح منها صح صح 3 مليون 2 مليون صرحت ما شاء الله عليهم منورين ماذية اسمك مين انت ها عبد العزيز رد عليه ليه مبرطم وكذا كنا ما شاء الله عليه الرحمه بالحدال هذا بالمصور ربنا ينبتهم نبات حسن وذا محمد بن عمر قروان ما شاء الله وذا البنيه بتنوفل ها وانت اسمك مين ما شاء الله عافيهم معنا اتصال جديد حريدك يوه السلام عليكم عادوا هدوك الشبكه ملخبطه في الكنترول وعليكم السلام والرحمه والبركه هو من معنا الو اسمك مين امجاد ايوه من وين من قريو وقصة قريو غلاك ثلاثة اتصالات ولا الكهرباء قريبة وهنا يمسك تو ما شاء الله يا أمجاد أمجاد أيوه حظكم زين انتو وآل الشحر وآل سعون وآل مكلل ما شاء يوم ونكسة محفوظ يقول يوم الخطمة نكوس ما شاء الله يمسك معكم طيب جاهز للسؤال أيوه يلا هاتوا 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 والله هاتوا هاتوا أيوه هاتوا هاتوا السؤال يقول يا أمجاد أيوة. مدينة جميلة على ضفاف بحر الغرب غربية المكلة تمام أيوة. اشتهرت بوصفها معلما دينيا منذ أكثر من 800 سنة وملجأ آمن للسفن هل هي روكب ولا بير علي ولا بروم 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 دعوه سبع المدهش يزقل علي ها يزقل تتوقعين أنت بير علي ولا بروم لا بير علي ما أعتقد على ضفاف بحر العرب دير عليه على ضفاف ال هذا بروم يقولوا ليش بروم؟ ها؟ يقولوا ليش بروم؟ نثبت على بروم؟ ايوه نثبت على بروم يا امجاد واجابتك صحيحه ودخلتي السحب ودنبك يا ليل على بركة الله على محفوظ على بركة الله لازم نحب نفتح تمام ترتيب يلا دحين الصندوق بنخليه يدري ها؟ أيوه. هاتوا 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 والله هاتوا 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 يلا يلا قولي وقف يلا شكله هود اللي سقط شوفيه فيه مبلغ جامد ورقة فيها المبلغ الجامد نشوف الله حبة حبة واحد واحد خاف والله كيف كلمناك انا الله يثبتهن الله يثبتهن طيب قد وقفنا وسقط دحين دخلنا في مشكلة ثانية يلا ها برجع بنخليه يحضر ثاني مرة يلا هاتوا انتبهوا لا شي طارف المشاهدين لا تقول على الجوائز قولوا شي طارف الحداد مسكين ما عاد يفكر فينا اليوم يتفكر في ولده الو يلا قولي وقف وقف ها وقف وقفنا اصلا اللفة حق اليوم هي مضبوطة مساك بريك مساكنا بريك ها يا امجاد ايوه بغيتي 10,000 ولا صندوق؟ صندوق نفتح صندوق تركي الصندوق تركي افتح صندوق افتح صندوق عم صالح يقول لك 20 شو بيدفع الفرق يدفع الفرقيه بيدفع الفرقيه لا نحن شوف يا محبوب نحن لنا من الاداره قالوا لما ال 25 حد بيزيد انت ما شاء الله عليك اذا بتزيد 50 اذا بتزيد بصرك الفارق انت الحين كم قدكم 20 لنا لما ال 25 بروك ويروان والحداد زيدوا ايوه وانت ايش معك من حق ذاك المسلسلات كم الناس محفوظ انت يا بني بغاتي 25 صندوق 30 صندوق سمعي كلامي يا الصندوق الصندوق نفتح الصندوق ايوه يلا الصندوق على بركة الله على بركة الله يلا ها بسم الله فتحنا يا امجاد الحمد لله خير امجاد ايوه دخلت السحب على المليون الريال في الصندوق ودنبق يا ليل المليون المقدمة من العيدروس للمطابخ والذي تتواجد فروعه في عمان صلالة والمكلة والغيضة وكريم لازلنا معكم دخلت في المليون بالبركة لها ما شاء الله هو ماشي ساكن العبر ما حد آدم يعبر بيعطينا عني البترول ما لك من سبع المدهش ذا ما شاء الله تبارك الله هو أصلا عندي نحس والله نحس والله من نحس الا انت يا جورج واشنطن انت النحس والله صدق ملا شوفوا بس دحين عيديات وخلاص وكل من عافيه محمد ما شاء الله يوزع عاد بصلك عند ابوك انا تعال
تعال حقه حقه جيبها 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 دي حقه ودي حقه وده المياه ها وده عيديتك ها وتاخذ عارف ايوه تعال 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 يلا ما شاء الله يا عواد كان هي الياباني معنا اتصال جديد لحظه معنا اتصال جديد اتصال جديد فاطمه ايوه يا مرحبا بش من هين من القطن من القطن ايوه يا سارح القطن سلم لي على ال قاطنين جاهزه للسؤال جاهزه يلا هاتوا 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 ما شاء الله يا فاطمة فاطمة أيوة سمعينا من التلفون طيب وطي التلفزيون الصوت واطي وطي التلفزيون خافوا شاشة ما هي تلفزيون شاشة ألو شوفي المخرج عنده الضغط مرتفع هذه الأيام إذا سمع من التلفزيون شوفي بيطبق طيب فرصة ما دام أمسك الخط وطي الصوت يلا وطوا الحمد لله السؤال يقول أيوة اشتهرت مملكة حضرموت بوجود أشجار الصبر والمر واللبان تمام أيوة. اللي كانت يصدرونها إلى بلدان العالم قديما وكان يطلق على ملوكها اسم ملوك أرض الصبر أو اللبان أو أرض الصبر والمر الصبر والمر الصبر والمر أيوة. ولا اللبان خير الأمور أوسطها يلا أوسطها اللبان 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 عم صالح وضيفنا العزيز محفوظ قال اللبان وعلى بركة الله أيوة. ودنبق يا لين أيوة. ودخلتي السحب يا فاطمة يلا هاتوا 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 والله هاتوا ايوه تمام عليك يا فاطمة عجبتينا يوم تو وطيتي التلفزيون لأنه تو تقع مخارجة قولي وقف يلا وقف ها وقفني مسك بريك مسكنا بريك أشوف البريك حقه محفوظ قول ما شاء الله ها كناويس جديدة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تقعد عليك ماذا لا ما شاء الله تبارك الله ونسيت اللي قلته لا ده مرة كسرنا شوف خلينا نتحكم غاني لا لا وراح حلقة ولا شيء أنا شفت هالضانة مفككة هناك ما لحق الكتالوج حقها إلا منك يلا بغيتي 10,000 ولا الصندوق يا فاطمة لا وات الصندوق 20,000 صندوق تركي الصندوق 25 ها؟ صندوق شل هلي جزاك الله خير دخلوها يلا بسم الله على بركة الله على بركة الله فتحنا فاطمة ايوه انتي في القطن صح؟ ايوه روحي لسيون ايوه عن فرسان الخير واشتري ليش بقيمة 70,000 ودنبق يا ليل الحمد لله 70,000 من فرسان الخير للتجارة والتسويق منتجات شركة بونو يا بروك كعرف نحن على البضاعة اللي عندك كما هذا الكيك أنا دائما نشتري منه شفنا لا ماشي كيك أصفر إلا شيء تشكيلة جديدة جات أنت نعرفك إنك لسلوس يا هنا كيك أصفر عشان تأكل كخلك لا 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 ما بأكل عندك مكانه لا بغيتك تعرفنا على البضاعة يمكن مليون ها كل مليون يأكل لبان يطعم الحلوة ويقلبه يأكل لبان يطعم الحلوة بفلوسه محفوظ بفلوسي دي ما اسكر ما كل حتى ورقة ده خاف ده الصرف ما يخليها في الدور يشيلها معاه ذهب حريمه معك نقول لك على كده كل شوفه محفوظ ذهب حريمه شوفه على كده في اليوم ده ذهب حريمه شوفه ده ذهب حريمه طيب المنتجات اللي عندك حقه عبتنا احنا يا ريال احنا عندنا الفايق ده العجاب منتجات من ده ذا الفايق ده المحظور ذا عجيب وعجاب حلو وسهلة حي وسهلة ما شاء الله حلف عيال ما تمشي حيابك اسمك مين؟ والله العظيم ما تمشي للتجارة ها اسمك مين؟ عبد الرحمن ونعم سعد عافية تعال هنا وانا بعطيك عيديتك وروح عند عمك صالح يلا روح هناك عند عم صالح المقطع راح عند المقطع حي وسهلة بعد كبير شوف ما حد والله يا اخي ما نبغاك الا تتعلم من الصغيرين ايه حاكي شوف عم صالح كيف ما شاء الله مع واحد بخيل يقبلون يا اخوان يسمون عراس لا نصار كيف ولد نقبل يد واحد نصار يصبي ها كيف ولد نقبل يد واحد نصار يصبي المكان خذوا حقي وابي اخذ السيف هذا حق حبيبي يا حيابك يا حيابك اسمك مين؟ وانت اللي تاكل دحنت شاهد رحمن احمد شاهد الراديو نعم حدد الله بدخل محفوظ حدد معي
حد يدق سمعها شوف. شوف انت اذا ما بتجي معي بخلي بمشموس يجي يضبط وضعه. طيب شافه خلاص يلا. يوه يوه من بيت معي من العرب هذا بقى على ازعاج في الدار. ذا واحد خير من طاد حد يمكن او هذا داخل الخزان. ها داخل الخزان تقول داخل الخزان. ايوه نعم روم ولا الصوت بقى شيء داخل عزيم عاد فوق ساكن اي بتروح بلا ريم. ها يا مرحبا بش منين؟ من الشحر. يا حبيب اهل الشحر وانا اسمعكم العزيف كذا شيء يا مطار عندكم هو ليه ولا الصوت هوده ذا مروحه شكلها شوف المروحه وراها شغاله ايوه تكطفوها ولا خليها تشوف تهوى طفوها على زال الاتصال. يلا يا ريم جاهز للسؤال؟ ايوه امن المروحه ذا لا اله الا الله هاتوا 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 والله هاتوا وانا ما اعتمد المروحه هاتوا 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 ريم يلا السؤال ريم من ابرز شعراء حضرموت ولد عام 1262 هجري بقريه حصن فلوقه بتريم تمام وتوفى عام 1341 بالهند وقد اطلق عليه الكتاب وقد اطلق على الكتاب شاعر حضرموت الكبير وقد اطلق عليه الكتاب له شعر تمام يا اسم هذا الحين الصوت ريم 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 يا ريم اختيارات اطلق عليه الكتاب شاعر حضرموت الكبير هل هو ابو بكر بن شهاب ولا صالح الحامد ولا محمد بن هاشم ساعدني ها ساعدوها ساعدها هو من ساعدوها بنساعدها ابو بكر بن شهاب لا ابو بكر بن شهاب ولا صالح الحامد ولا محمد بن هاشم اعتقد ابو بكر بن شهاب ابو بكر بن شهاب لا كلهم من تريم على بركة الله الأول الأول يقولون ليش أبو بكر بن شهاب بروك من تريم بروك من تريم أبو بكر بن شهاب نثبت عليه نعم يلا نثبت على أبو بكر بن شهاب الشاعر أبو بكر بن شهاب وإجابة صحيحة ودخلت السحب ودنبق يا ليل يلا هاتوا هاتوا أيوة هاتوا الله هاتوا 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 يلا قولي وقف وقف ها وقفنا يا ريم ريم ها بغيتي 15,000 ولا الصندوق؟ لا الصندوق بسم الله ها عطها ال 20 عطها ال 20 20 عطها ال 20 يستاهل قالت الصندوق صندوق بزيدها خمسة يا عم صالح خمسة وعشرين صندوق صندوق ما هي 25 ولا ماشي قالت ما تصندوق ولا قد تطلع 70 كما دك واحدة في اليد غير من 10 فرات خلاص ما دام اختارت روح نفتح ايوه روح على بركة الله على بركة الله ها يا ريم دخلتي في السحب على المليون الريال المقدمة من العيدروس للمطابخ ودنبق يا ليل دنبق ايوه ما شاء الله تبارك الله لازلنا مستمرين معاكم ولا بنغيب عنكم ونحن اللي دائما نسعد بمتابعتكم ومشاهدتكم انتوا بس لا دقيتوا علينا طفوا شيء عندكم ازعاج وهنا صوت التلفزيون كما وطوه وسمعونا احنا من التلفون والله. وان شاء الله بتقعد على اتصالات زينه نحن هنا صابرين وانتوا هنا يعني يا صبروا على ما نقوله عشان ننبسط في كل حلقه وتنبسطون ونحن مرعوشين بضيفنا العزيز والله هذا صاحبكم يشبه واحد عندنا في الحافه اسمه يشبه واحد في الحافه بومبلي هوده انا هود اللي يقول لك انا لك توأم في تريم وساكت لك توأم في تريم وساكت انا ما انا قنبله محبوب الا من شي ضايع انا ابروك انا ابروك بدين انت قنبله خلاص اسمع مع جدعي صاروخ انت قنبله وش ضايع سمعوا يا مشاهدينا بنطلع الى فاصل قليل خلوكم على الحنبل واللبان والشاهي والعصاير وبنرجع لكم يلا تروحون بعيد بس هاتوا هاتوا بس هاتوا 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 وعلى وقت هاتوا هاتوا ايوه
هاتوا هاتوا. يا حياكم مرة ثانية بعد الفاصل هذا اللي شفتوا فيه منتجات شركة بي ام سي المحضار ومجموعة بن دول وجامعة العرب، وشفتوا حق العيدروس المطابخ، ومعنا اتصال جديد ونقول يا حيا وسهلا ومرحبا. الو هلا صفاء. ايوه من هين؟ من المكلة. يا مرحبا، من متى تدقين؟ من يوم بديتوا. من يوم ما بدينا اليوم؟ ايوه ما شاء الله نعمه نعمه، ناس من اول رمضان الى الان عارفهم ممسك الخط مساكين. ايوه الحمد لله. حظك زين، جاهزه للسؤال؟ يلا ساعدني يا كنا. ما عليك عندنا محفوظ اليوم ما بيردش. يا خير ضيف. هاتوا سؤال سهل. سؤال سهل يا يا صفاء. ولد في بلده القويره بوادي دوعن، تمام؟ ولد في عام 1886 وتوفى في عام 1927 بالمكلة، تمام؟ اشتغل في منصب وزير الدولة القعيطية واستمر يقوم بتدبير الشؤون في الشحر والمكلة 27 سنة، هل هو عبد الخالق البطاطي ولا الوزير حسين بن حامد المحضار ولا أحمد باصرة؟ ساعدني. محضار يا أخي المحضار. خلاص قد حليته ليش أنا؟ محضار. خير الأمور وسطها. محضار. هو من؟ المحضار يا ابني. عم صالح ومحفوظ يقولوا ليش المحضار؟ اسمع نحن من التلفزيون. أيوة. المحضار مثبت؟ صح ولا خطأ؟ يقولوا ليش المحضار الله أعلم. خلاص المحضار. المحضار. المحضار وإجابتك يا صفاء صحيحة ودخلتي السحب ودنبق يا ليل. دنبق يا ليل. بغيتي مليون ولا قسيمة؟ ولا صندوق. هو ده الصندوق، يا بده خلينا على المليون يا مبلغ. يلا طفي التلفزيون. ها هاتوا هاتوا ايه هاتوا. يلا قولي وقف. غلط. هاتوا قولي وقف. الو قولي وقف صندوق. يلا وقف. قولي وقف يا صفاء، وطوا التلفزيون. صفاء ايوه قولي وقف. وقف وقف مسك بريك. يلا ان شاء الله بترول. ان شاء الله بترول. وقفني ان شاء الله بترول. وقف وقفني وقفني. وقف وقف. سامعي صفاء؟ الو سامعي؟ وقف لحظه انا بفتح الصندوق. يا رايش يلا افتح. بغيت الصندوق ولا بغيتي 10000؟ افتح نفتح. الو اها يا صفاء. صفاء ايوه ربحتي معانا قسيمه مشتريات. ايوه من مجموعه المحضار التجاريه 50000. ما شاء الله 50000. يا مستاهل دمبق يا ليت. محفوظ تستاهل. تستاهل. ايوه ايوه صفاء ايوه ربحتي معانا 50000. 50000 مشتريات من عند المحضار. ماشي 50000. قسيمة مشتريات. ابغيتي لي سكر، ابغيتي لي رز، ابغيتي لي لقية اللي حبه قلبش. يا اخي انا اشوف مكاني هنا ثمان. يا رايك انا اشوف المكان ذي محفوظ بنا. يا اخي نحن شوية من طيباته. سمع صالح سمعنا معامل الوي كذا بغناء حلو. ايش رايك يا ابو علي؟ مللوج بغينا شيك ده يعني مللوج حلو نصيحه للناس. مللوج في مليان. ايش معك؟ هات علقات. القات ايوه احسن شيء. محفوظ علقات احسن شيء. القات يا محفوظ. هات طلع يا محفوظ. بتكلم علقات. ايوه احنا معك. هات خميس اليوم تخزينة إلى الجمعة وهذه أحلى ليلة. أحلى ليلة. وبعد ليلة. هموم الدار
والسغلان والأسر الحزينة حزينة خميس اليوم جمعة تخزينة وسمعة إلى الاثنين سوق القات ضيعنا وخلانا نزيد الدين فلوس منين وهو مزغول في المقهى له مدة طويلة ناوي بي تيس العيد والغنمة والضان الجميلة وناوي على القطيفة والدبة الخفيفة سبب شكلين سوق القاض ضيعنا وخلانا نزيد الدين يا سوي سمع يا سبع المدهش شوف دحين رحت مع الغنية وذا شوف الوضع هنا شوف القاض واي لقي لا بس كلام صراحة صايب اللي يبه القاض بعدين صوته كنف ها ايوه كلام في محل محبوب في قلبي اذا تشوف والله العظيم وحد يدق ابغى اشوف الاتصال ايوه ان شاء الله يعني دائما تمثيلياتك وهمه كله على مواضيع حساسه في البلاد طبعا مواضيع المجتمع بحاجه لها نشكرك صراحه طلع على دنبق يا عبد الله قبل الاتصال طلع على دنبق ايوه دنبق يا ليل يلا معنا اتصال جديد سامحونا رحت كذا مشوار ورجعت دحين اتصال جديد نقول حياة سهلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شموخ أيوة ما شاء الله تبارك الله من هين من صيئون حياك الله كيف العين معكم طويلة والله بخير الحمد لله الله يتقبل اليوم عندنا محفوظ تشوفونه دائما أيوة نتابعه وبرك أيوة كل يوم من أول رمضان شبرك هذا شنابك ما القبض حق الكتلي لا برك على اسمه يا برك هات بلينا شموخ برك على اسمه بروك بس الله يصلحه يشوف نفسه فرحان كذا هو محل البرنامج ها هو محل البرنامج محل حياش والله العظيم طلع على جنبك معبي معبي تعشى اليوم ما شاء الله يا شموخ شي بروك هذا حيل مبسوط والله يا شموخ انت هنا هلا هلا يا شموخ انت هنا شموخ جاهز للسؤال ايوه ان شاء الله يلا يلا هاتوا 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 ايوه يلا يا شموخ ايوه شموخ ايوه ايوه نسمعكم قديما عندما كانت تقع حادثه او جريمه ويتهمون فيها شخص معين دون وجود دليل تمام ايوه وكانوا يستخدمون طريقه الاثبات او بطلان التهمه ايش يسمونها الطريقه هل التحكيم ولا التعديل ولا البشعه بشعه والله قول الاخير مثلا البشعه الاخيره الاخيره يقولوا لك البشعه بشعه بشعة انثبت ايوه ان شاء الله انثبت على البشعة واجابتش على بركة الله صحيحة وجنبك يا لين ايوه هيا 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 يا اخي رقصات هذا انفرج بها والله بغينا بنده ما قدرنا قول ما شاء الله يا اخي اذكر رب بعد ما شاء الله بعد الاتصال بنا يا شموخ ايوه الان الصندوق تمام تمام يلا هاتوا 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 والله هاتوا 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 والله هاتوا هاتوا قولي وقف وقف ها وقفنا يا شموخ مسك بريك مسكنا بريك حلو الكنوسات حقه راحت بغينا حقك يا طيب قول ما شاء الله يا ما شاء الله قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عيني عليك بارده تمام خلاص ادخل على الصندوق عيني عليك سيك البو اسد ولا باو يعطونا احنا اياه قول شغله قال ربي اللي اعطاه ذاك اليوم اقول لك مثل خلنا خلنا مع المتصل شموخ ايوه بعدين بندخل في موضوعهم ذيلا دحين بغيت 15000 ولا الصندوق صندوق لا صندوق ترك الصندوق الصندوق خافوا فيه خير خافوا فيه خير قن عيب ال20000 صندوق صندوق يا شموخ ايوه الصندوق ده دام يلمع انا متفائل فيه بابا عزك تلمع طيب عرفها 25 من عندي وغيت صندوق انا محفوظ يقول ايش خذي ليش 25 30 خذ الصندوق 30 انا بقول ما دام عيد شموخ ايوه ما دام عيد ايوه تستاهلين 30000 ودنبق يلي شكرا صندوق خلاص تستاهل صندوق تستاهل يا شموخ صندوق خلاص طلع الدنبق ما الحين فتحه عارف نحن الدنبق اشعارنا في القناه فتحه فتحه خلاص فصلت فتحه انا بشوف بفتحه انا اقول بس الدنبق لما يطلع بعد ما نقول للمتصل ابغاته يقول كذا وكذا معناه وقع حلو طيب فتح الصندوق ما هي فتح الصندوق ولا لا قنعانة بالقليل طيب الصندوق يا الله انا فتح الصندوق يلا الصندوق أيوه. يلا على بركة الله على أيوه. بركة الله قنعتي يا اسمها كان شموخ شموخ قنعتي بال 30 وحصلتي 20
يعني حصلنا بصندوق 20 حصلت 30 زايد 10 والله الحمد لله يعني انت مو بعض الاحيان شوف هالصناديق ولا يغرك الشمس دي مدري يقولوا لها اللي ظاهره تبرق ذي العمده يقولون هو قالوا الحي لما تبرق داخلها حي نظيفه مش كل ما هو يلمع طيب لحظه 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 عم صالح طيب الفضه تلمع ها الفضه تلمع طيب لحظه عم صالح بس قليل سعرها عم صالح يا الله انت من تجربه حياتك اي شيء يلمع زيت ولا عبسته ما كذا حلو العبس اللي هو كماك حلو يلمع يلمع حتى التاكع على الساكن يلمع ايوه وهو فاضي هو فاضي يا مرحبا يوه السلام عليكم سلام والرحمه والبركه كيفك اخي عبد الله طيب الله يحفظك احمد باهومن احمد مهدي العطاس ونعم بالحبيب يا حياك معنا حبيب هنا يا مرحبا حياك الله يا الحبيب بروك شوفوا اسمه حمزه الجفري يا مرحبا يا مرحبا نعم حبيب. حبيب ولا نسخه لا حمزة. اصلي اصلي ماني مكير اصلي حبيب مرحبا فاص رقم واحد يقول لك بروك حبيب مضلل مضلل لا كاميرا هنا كاميرا محفوظ يا احمد يا مرحبا عبد الله كيف وادي العين طيبين ما شاء الله شي سيول سيول نعم بالله عليك نعم يعني الارض خضراء نعم انت لا طلعت الساحل اجت معنا اقول هذا كله بعود لا طلعت الساحل اجت ما فهمتك انا ما اسمعك اقول لك انت لا طلعت الساحل اجت سيول الجرافيك لا اخيت انت الساحل تجيب سيول الو اها طيب مرحبا لما تندر انت حي المكلا يلغيت هناك في الوادي والله صدق لانك انت ذباب انا شقاب وانا ذنوب يا اخي شقابه طيب يا احمد جاهز للسؤال جاهز يلا يلا هاتوا 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 والله هاتوا 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 ما شاء الله سؤال دلة قريب شوفه قريب عليك من قراهيذ الوديان يا مرحبا يقول لك من أقدم بلدان دوعن ارتبط تاريخها وشهرتها بظهور الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الذي ولد مطلع 600 هجرية تقريبا وتوفى في عام 671 هجري هل هي قادون ولا المشهد ولا الخريبة الخريبة ها الخريبة ها قادون يا الحبيب شيخ سعيد بن عيسى العمودي يا الحبيب قادون قديما من هو الحبيب؟ يا الحبيب المتصل احمد مهدي العطاس لا 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 ده الشيخ سعيد بن عيسى العمودي نعم 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 الشيخ بن عيسى قادون قادون ايوه بارك الله فيك الحين رجع لك حسك قبل ما انت طبيعي اشوفك لا ما سمعت الا الاسم حتى عم صالح هنا قال قادون كنت بتهول كنت بتهول ايه تقول؟ اقول لك ما يخفى ما يخفى القمر الله اكبر دخلت الساحب ودنبق يا ليل يا مرحبا ايوه يا احمد انت يا عبد نصيحه انت ما تشتري من عم بروك حمد ده حقه ده يا حمد اكلت واحد حمد مرحبا سمعنا عندي شطه عندي تونه عندي الفايق عندي العجاب عندي حياه وايد عندي كريمه هنا عندي ده حق سبيل دخل عندي فنت مالك منه ذي عنده صناديق يا احمد مرحبا انت بيت تشتري لبان شفنا شليت قبل قليل لبان اللي شعفي طنقري ما خرج المخرج عالقنا يقول لي نزل اللي في ذمك ولا انا قادر ندخل صبعي طيب قول له نبغى نعنع يا اخي احمد نعنع نعنع معاي العلبه دي اعطى من النعنع حود معاي العلبه دي انا ما بخليهم يذوقون منها طول ذا الضيوف يلا يلا الصندوق يا احمد يلا هاتوا 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 وقف وقف هاتوا صبرا احمد يلا وقف وقف وقفنا يلا انت ايه بغيت صندوق بغيت الصندوق اللي فيه المليون ولا قسيمه ولا ايه يلا الصندوق الصندوق الكبير لا لا صندوق هودا ايوه هودا بس ده قد يدخلك للكبير انت اللي بغيته يلا الصندوق هودا 15000 ولا بغيت نقدر 15000 لا 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 الصندوق مضمون محفوظ يقول لك 20 مضمونه ايوه شوف اللي قبلك حصلت قال 30 يقول لك اللي قبلك حصلت 30 خذ له 25 ايوه لا لا الصندوق يلا عبر خلاص قلت له كان 25 قلنا له 25 قال الصندوق على بركة الله على بركة الله يا احمد بنفتح الصندوق ايوه احمد مرحبا دخلت السحب على المليون ريال ودنبق يا ليل ايوه والله يستاهل حبيبي دخلت السحب على المليون المقدمة من العيدروس للمطابخ والذي تتواجد فروعه في المكلا وفي عمان صلالة وفي الغيضة وفي المهرة وباقي اثنين صناديق يا عبد الله يا هات يا انا بفك عليك منهن هات اعطنا واحد عضي واحد وخلنا بروح تقول لي بترول يلا يا مخرج تو انت تو بعد تبيع
خدمة إنسانية الآن. شغل النصاب ذا شوفوا. عبارة عندكم بوانا قريب. غريب ذا شوفوا. شوف أنا بقول لك. منطقة مقطوعة عيد فيها أنت. بل واحد. صدق شوف. الحين الأولى. خلاص. بوعو 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 مي. اه والله. معقول. بس الأولى يا محفوظ. شوف نعطيك الصندوق. تقول ولا نشوف المتصلين؟ لا لا المتصلين نحن على ولدك هنا وحضرنا من شانهم. بس انا اشوف عم صالح التاجر الان وصاحب البيت اللي تشوف العماره الحلوه دي. ايوه انا اتوقع انه بيعطيك حق البترول. هو يعطي العويله من 100 الحين وصلنا الريال الحين وصلنا 100 بتجيب لهم لا عندك ب 100 وهنا الحين وصلت الولاد صدق كما وصلتهم كما ايه ماشي ب 100 تعال قديم ب 100 ودي يعطيهم 100 عواد وكم عم صالح انت عم صالح يوم شوف انت عارف حاسبها فيها سعر الا 100 انت عارف انه اقل شيء عندك ب 300 كما ذا امس تقول للناس ولا تعطي صغيرين هو مية من هنا مية من هنا مية من هنا مية من تتلف شوف الشيبان حكمه وراكم اكل الالوان مدري والله ما ده اسمه جلي 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 بتخاف الالوان حق رسم نحن دعا نقول له جلي شفت العملاق حق السيراميك كذا لا منيف لا كان من يوم اشوف ذيلا بكره يا با منيف وراك اطرش انت ابك شكلك صقع ما انا ما اسمع شيء اليوم سامعي مختمه حق لا اشوف انك صقع والله ليش اتصال ولا شيء حد قال شيء والله انك صقع اي يقول عصرني هات الحمد لله اني سمعت معاه اسمع صوته هات ما تسمع شيء بذن ولا حاجه حرب 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 هناك فين حرب بقعه مخبوطه هناك الكنترول وانا مو حولي اي شيء يقول لي يا مغري شيء ولا شيء وصوا هو خلاص قدوا الان يعني اعتبر الوكيل الوقت الوقت خلص خلص الوقت يا اخي لو قلنا قال فنتو القناة لو قليل مين راح فنان بيمشي ساك البو محمد فنتو لا لا ماشي فنتو لا عندك حمزة ايوه حق الضانة ذي يا اخي بنقوم بشلوب بس يا محفوظ بعد البدء بنختم الحين بس قبل ما نختم وهناك تجيب لنا كلمة حلوة كذا للمشاهدين ايش تحب ما دام انت ضيف عندنا الان يعني كلمة زينة كذا هاي نقول من العايدين أيوة. والفائزين إن شاء الله ربنا إن شاء الله يتقبل آمين. جميع أعمالنا الصالحة آمين. وربنا إن شاء الله يصلح البلاد والعباد آمين. ونحن في حضر موت وأهل حضر موت لازم تكون متكافئ متكاتفين نعم. ويكون يد واحدة إيه. ويبعدون من أي حاجة بتبهدل بنحن بتبهدل بالبلاد نعم صدق ايوه لانه دائما ما بتريد البلاد الا ليتمعت اهلها نعم ونقول يا ربي ما نحن على الخير يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ودائما الناس كل ما كانت معتصمه افضل من المتفرق الحبار أيوة. وتتلاقى قلوب الناس على الحق لا على القال والبيت مشاهدينا الكرام وصلنا الى اخر حلقه او الى اخر وقت في الحلقه ان شاء الله بكره ثالثه العيد رابعة العيد وخامسة العيد وسادسة العيد السحب على صندوق على المليون شفتوا الصندوق الكبير هذا اللي ما شاء الله بالورود نكلم ان شاء الله الوعد بكرة هيا سامحونا احنا زعقناكم فرحنا اليوم محفوظ باجبير وشكرا لعم صالح بنعطيه بدال البترول بنعطيه بوزة شكرا لبروك ما شاء الله يا ان شاء الله شكرا لكم مشاهدينا الكرام وان جات ازمة في البترول ما شاء الله تبارك الله الحمير اللي مليان الوادي بنجيب لك حمار ده بخيل ما ابغى على البوس لا بنعطيك بنعطيك ما عليه انا شوف بيل اتمازح معاك ايوه تقابلت لا اتمازح بيعطيك الاكسس حقي بعطيك الاكسس حقي برا من الاكسس اشترى الاكسس من حق رمضان شوف جار علي بالشاهي وبحين ما بيقول لي الله معك حتى ما بيعشينا خلاص يلا يا مشاهدينا خلاص بنروح يلا يا مشاهدينا خلاص مشاهدينا استودعناكم الله الوعد القابل ان شاء الله تعالى خلوكم قدام التلفزيون الساعه 10 الليل واذا بتشوفوا لي عاده الساعه 2 الظهر بكره الساعه 2 الظهر وكل يوم هو كذا على هود الدان مع بوفطيم حقنا اللي رصرص دائما ما شاء الله عليه وحبيبنا بن سلم العريس الله يوفقه ودمتم في امان الله تعالى ورعايته بس هاتوا